الله أكبر الله أكبر. يقومون الأهالي في جبال تركمان لحفر الخنادق. أعتقد جازما في الليل البارحة وصف جبال تركمان في حرب 73 المزعومة لم تقصف. تهب الأهالي من بعض الخيرين وقاموا بحفر الخنادق والملاجئ لحماية المدنيين. من هذه المنطقة أكثر من 90% منها مدنيين حتى لا يعلمون معنى الحرب. شعب طبيعي جدا صلاح الدين الحفاوي 30/4/2013. وعلى فكرة يقومون بهذا العمل تحت القصف. الله يحميهم.